الله الرحمن الرحيم. هلال اسماعيل رئيس الرابطه الوطنيه للمقاولات النقل الطرقي بالمغرب. بعد الشكايات التي توصلنا بها من ارباب مقاولات النقل الطرقي بمكناس وكذلك على الصعيد الوطني، وبعد اللقاء الوطني اللي تم اللي نظم بمدينه مكناس الذي تخصص في نقطتين، الا هي النقطه المحطه الطرقيه على الصعيد الوطني وكذلك الزياده المهوله في ماده الغازوان. كذلك بعد الشكاية التي توجهنا بها إلى السيد عامل عمالة مكناس وكذلك مختلف المصالح بمدينة مكناس، تم التجاوب مع هذه الشكاية من طرف السيد عامل عمالة مكناس، والذي أعطى تعليماته للسيد قائد الملحقة الثانية بعقد اجتماع مع مختلف المصالح لحل مشكل المحطة الطرقية بمدينة مكناس. وكما يعلم الجميع أن المحطة الطرقية مدينة مكناس تعرف عدة اختلالات وعدة مشاكل وإكراهات عديدة يشكى منها المقاولات النقلية. نعم، سمعنا أن هناك تراجع بل تراجع في المداخل والمردودية، والمحطة الطرقية بمدينة مكناس عرفت تراجع في الوافدين المسافرين على هذا المرفق، وذلك يرجع لأسباب عديدة ولأسباب كثيرة منها سوء تسيير وسوء تنظيم لهذا المرفق. اليوم احنا بدورنا كرابطة مقاولات النقل الطرقي وكهيئة ممثلة لهذا القطاع، وبعد الشكايات اللي توصلنا بها مع أرباب النقل الطرقي المسافرين، ما علينا إلا أن ننفذ ما قرره الجمع، اللي هو قرر على أنه سيقوم بجولة داخل هذه المحطة وسيقوم بمواكبة تنظيم هذا المرفق الذي يعد هو الرابط الأساسي أو القاسم المشترك ما بين أرباب النقل الطرقي للمسافرين. كما يعلم الجميع أن المرافق ديال المحطة الطرقية للمسافرين على الصعيد الوطني تعرف اختلالات كثيرة، لكن احنا اليوم بمدينة مكناس ملزمين على أننا نقوم بواحد تنظيم واحد سير بمعية جميع الإخوان اللي شاركونا هذا التنظيم من السلطة المحلية مشكورة، وكذلك مفتش النقل والأمن والأرباب النقل مقاولات النقل الطرقي. هذا كله يصب في الهدف الوحيد أن هذا المرفق يولي كيتوافدوا عليه المسافرين. هل المشكل الوحيد هو توافد المسافرين أو لكن مشكل أكبر من هذا، اللي هو أن الناس ساكنة مكناس تطالب أن المحطة الطرقية كاملة تعاود من الأول، حيث المحطة الآن لا تتوفر على ظروف ملائمة للمسافرين ولا على يعني معايير مناسبة لمدينة مكناس كعاصمة إسماعيلية؟ هذا ما قرره المجلس سابقا في عدة دورات استثنائية، أن المحطة تخصصت على أنها غادي تكون خارج المدار الحضاري في طريق سلال، لكن هذا لا يعني أننا المحطة خصها واحد السنوات عديدة اللي هي ما اللي خصنا باش في البناء ديالها وفي التنظيم ديالها وفي التسيير ديالها، أننا نبقاو مربعين الأيادي وأن المقاولات النقلية اليوم كتوقف وحدها تلو الأخرى، وهذا يرجع لقلة المردودية وقلة المداخل، قلة توافد المسافر اليوم اللي ولا كيتفادى هذا المرفق ولا أنه كيفضل يمشي في وسائل نقلية أخرى، ذلك لأنه كيوصل لهذا المرفق ما كيحتارموش، ما كيتضرب كيتسب كيتعاير، ما كيبقاش الراحه ديالو داخل هذا المرفق، لهذا احنا المتضرر الوحيد في هذا المرفق هو المقاولات النقليه، لان اليوم حنا الا بقينا كنشوفوا ان الشبابيك مقفوله والوسطاء انهم هما من يهتمون بامر بيع التذكره، فهذا خرق سواء قانونيا وبالنسبه لنا احنا كمقاولين كيرجع لنا بقله المداخل وبخساره لهذه المقاولات.